شارع الجميزي في بيروت تحول من فضاء للبهجة والحياة إلى ساحة موت ودمار. هنا على بعد مئات الأمتار من مرفأ العاصمة، حيث دوّل الانفجار الصاعق، لم تعد المباني صالحة للسكن. أهالي المنطقة وغيرها من المناطق المنكوبة شردوا، وقد وصل عددهم حسب آخر الإحصاءات الرسمية إلى 300,000 شخص. السيارات والمحال التجارية في الشوارع المحاذية للمرفأ لم تسلم بدورها من آثار الانفجار القوي. طلع أول انفجار، طلعنا عم نطلع عم نشوف شو فيه، ما حسينا إلا البيت، نحن بيت حجر قديم طابقين، نزل البيت كله علينا، الله خلصنا ما بعد شيء. قلب بيروت وحياة بيروت، وما بقول لك قلبنا عم يبكي، عم يبكي على الناس اللي ماتوا، عم يبكي على الناس اللي انجرحوا. كثير دمار، ما توقعنا هيك شيء، انصدمنا أول شيء أول ما فتنا. وجينا نساعد أهلنا هون صراحة يعني. مأساة تشرد تضاف إليها فاجعة المفقودين الذين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض. بعتوا لبرا بس ما عرفنا بأي مطرح، رحنا على مستشفى هون قدام شوي، ما لقيناها هونيك. هلا بدنا نعرف ويني أخوتي عم بيبرموا عليها، مش عارفين ويني نحن. من بين ضحايا الانفجار ممرضون كانوا يعملون في مستشفى القديس جورجوس الجامعي في منطقة الأشرفية في بيروت. اللي توفوا 4، وفي شخص بحالة كثير خطرة، وفي أكثر من 10 أو أكثر من بمستشفيات أخرى عندهم عمليات صغيرة من تكسير إجرين وجروحة بالوجه. هذا ضمن الطاقم الطبي، هذه إصابتنا، حصيت الإصابات مبارح. بلشنا نعمل مسح شامل، ما عندنا فجر نهائية بس أكيد بيتقدر بعشرات الملايين. إن شاء الله تكون المعدات الكهربائية يعني مثل MRI ما انصابت، هي إجمالا تحت الأرض، ما في حدا ولا عرض علينا يساعدنا يعني من الجهات الرسمية. وتقدر آخر الإحصاءات الرسمية حجم الأضرار المادية ب3 إلى 5 مليارات دولار على الأقل. كأن المشهد في بيروت هو من زمن الحرب التي دمرت البلاد، هكذا يقول سكان العاصمة الذين استفاقوا على مشاهد دمار مرعبة وحاولوا لملمة ما يمكن لملمته، هم الذين لم يستفيقوا بعد من هول الصدمة. رودينا بخليل، الحرة، بيروت.